لي كل شيء. ايه ماشي كل شيء. شنو؟ لا والله العظيم حتى كنقول لك كل شيء. على شنو؟ ايوا خصك تقولي لي بزاف د الحوايج اللي مثلا كنت تقولي لي. كنقول لك كل شيء. الحاجه الوحيده اللي ما كنقولش لبابا هي ملي كيسولني واش قاريه اليوم، كنقول ما عرفتش. اما ابار سا انا بابا كنقول ليه كل شيء، مع من انا، فين تنمشي، فوقاش غنرجع، بابا عارف كل شيء. يعني احنا ما بيناتناش الكذوب، الكذوب باش كيبداو المشاكل، صغارين باش تكذب على باباك ولا على ماماك، باش تعاود لهم كل شيء. حنا غاديين ندوز دخلنا انا وهي باكين. انا بعدا هذه اول مره نشوف بابا كيبكي، اول مره بابا نشوف كتبكي. ماما فايته شي فهمي، بابا عمري ما شفتو كيبكي. بابا شحال هادي كان كيضربني، شحال هادي، ولكن من بعد فهم بان الضرب ما عندوش، الضرب عمره ما كنحل، الضرب غير كتزيد تكفس القضيه. اللهم تجلس ودوي. اما باش تجي واع 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 وتضرب من هنا وتضرب من هنا، راه داك الانسان كيزيد يحقد. كنا كنعرفو نسبو، كنا كنعرفو نتغاوتو، كنا كنعرفو. المهم نحط بابا ونعاود نجي ندوي معاه باش نشوف والديا ضاحكين. صافي تنعس بخير، ما يهمني حتى شي حاجه، طرا اللي بغات طرا ما يهمنيش. انا خصني غير نشوف والديا مرتاحين وفرحانين وهم معمري راسهم بوالو. كيف ما بابا قال اهم حاجه هي تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، ما تبقاوش دابزو معاهم، سمعوا لهم داكشي اللي كيقول. راه قسما بالله بعدا انا والديا ملي تيقولوا لي شي حاجه نديرها وكنبغي نديرها كتخرج شي حاجه من الجنب، كيخرج شي مشكل في داك الانسان ولا في داك الحاجه اللي انا بغيت ندير، وديما كيخرج فيا. بتيت اكزامبل، بتيت اكزامبل، راه كيكون كتكون الشمس، ماما كتقول لك لبسي مونطوكا وتروح خرجي، كنقول لها لا ماما راه الشمس، اقسم بالله حتى كطيح الشتا. هادشي راه كيحمقني. تهلاو في والديكم، عنقوهم كل نهار، بوسوهم كل نهار، قولوا ليهم راه كتبغيوهم كل نهار. غتفيق غدا تلقى راسك بوحدك. وقف كلشي دابا، وقف ياك، دير بوز، سير عنق ماماك ولا باباك وقول لهم اسمحوا لي. كاين اللي بعيد على مو ولا باه ما تعيطش لهم، كعيط لهم مره في 3 ايام ولا في 5 ايام ولا كاع سيمانه، عيط لهم كل نهار. تحل عينيك عيط لوالديك، تسد عينيك باش ناس عيط لوالديك. الله يحفظ لكم والديكم. ولي الا مات ليك ماماك ولا باباك الله يرحمهم في هاد النهار ويوسع عليهم. اي لاف يو جايز سو ماتش، وغرو غرو بيزو. شوفوا الشعر بيبي هير. السلام عليكم. هذيك الهضره ديال البارح باقي ما ساليتش منها. هاد اليوم تنشوف في اليوتيوب واحد الجمعيه ديال ضد العنف ضد المراه. السي محمد، هذيك المراه اللي تعنفها تصورها امك، اختك، خالتك، جداتك، اصاحبي، رد بالك، راه هي اللي جمع البيت، راه لا مرضت هي، راه البيت مشى. خص الواحد يفكر شويه قبل ما يرتكب واحد الغلط اللي بعد ما تكون كبير بزاف. لان ضربتي المراه اش تحسب عند راسك؟ تما انت واعر، العيال تيحشموا على عرضهم، مايمكنش بات ولادها توصلوا للمحاكم. الراجل تا هو راه معنف، كوني في بلاصتو في الخدمه، حالته كي تتكون دايره، كيدير السيرفيس واش خدام، كيف داير الناس اللي خدامين معاه، الا كان خدام بعيد، شوفي كي تيجي مع البوطياج وهذاك الشيء ديال الخدمه ويوصل عندك للدار، مي تيوصل تلقى المشاكل في الدار، الا كان بعقلو وما طلعوش الخز، غادي يولي يقلب يدير دوره ويرجع يشوف الدنيا واش استقرت ولا لا. الله يرحم الوالدين، الا ما شويه ديال الاحترام بين بيناتكم. وانتي عندك الدراري، عندك الاولاد، عندك الاولاد، واش انتي تبغي نهار اللي تجوجو ولدك دير له الماء تيليكوموند؟ انتي غتبقى تقولي في نفسك ويتاثر عليك لان ولدي مابقاش راجل. لا، انتي جعلتي ما يكونش راجل، لان هو شاف باه اش اللي وقع به، راه هو ما خلقش هكذا، شاف باه كي داير، حتى هو حنا راسو، حتى هو دارت ليه التيليكوموند. ما ديري، ما تسميهاش في المراه، لان انتي السبب باش راجلك ما بقاش راجل، تتخدميه غير بالتيليكوموند صافي، انت عندك اراد غير غادي جاي حداك يجيب الفلوس، يمشي يتكرفس يخدم ويجي. راه الدنيا قصيره، راه شحال من واحد مشى فيها عنده 20 عام 40 عام 50 عام. الله يهدينا اجمعين، الله يهدينا. السلام عليكم. وما تنساوش قل خيرا او اصمت.